الموتوسيكل ده كان جاي لنا بمشكله. ايه المشكله اللي كانت فيه؟ ان كان صوته خشن في رزعه كده وكان بيدخن. طيب اول ما حلينا لقينا الكاتينه بايظه، طبعا دي كانت سبب من اسباب صوت الخشونه. بس تعالى كده اوريك حاجه كمان، تعالى هنا كده غزال وضح البيست. واضح؟ عايزك تدقق معايا مع البيستم والسلندر. بص البيستم بيعمل ازاي؟ سامع النقره ديت؟ البيستم مبوش في الشميزه. طيب تعالى اما نرفعها كده واوريك. تعالى كده احنا بنخلع الشميزه اهوت، شايف البيستم مسلخ. طيب ايه اللي يخلي البيستم مسلخ كده؟ الزيت. الزيت هو اللي يخلي البيستم مسلخ بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، والشميزه تسلخ من الداخل كده بالطول اهو. واضح؟ ده كله بسبب قلة الاهتمام بالزيت وعدم متابعة المنسوب بتاع الزيت من العدسة من هنا. هات العدسة من هنا يا حبيبي، من العدسة من هنا. المفروض ان انت كل فترة بتتابع منسوب الزيت، ما تقولش انا بحط زيت تخليقي همشي عليه 2000 كيلو وخلاص. لا، انت المفروض ان انت كل يوم الصبح او كل 3 ايام على الاقل بتتابع منسوب الزيت. اتمنى من الناس تخلي بالها من منسوب الزيت. الزيت روح الموتور، يعني الكلمة النهاية إن الزيت روح الموتور، هو الزيت اللي بيسبب في دمار المواتير أغلب المواتير بالكلمة. أتمنى من الناس يكونوا استفادوا من الفيديو ده وشكراً.